هو مخلص ابو احمد مقدم او ممثل في البرنامج، تحياتنا لكم ومكملين خلال النهار. مكملين في كنبيتنا ومعنا شاب امبارح روح من المانيا بميدالية ذهبية، فراس داني بطل اسرائيل للمرة السابعة او لسبع مرات متتالية. مرحبا، اهلا فيك. كيفك فراس؟ يا انا تمام، شو اخبارك؟ الحمد لله. اول شيء الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طازة طخ على الكنبيه دغري، يعني دوري. من المطار، من كنبيه المطار لكنبيتنا هون دوري. كيف كانت المانيا؟ كثير منيحه، وفي لعبت كثير منيح، حتى اجى السفير الاسرائيلي لحضر اللعبه كمان، وكثير كان منيح. انا بعرف انه يعني انت فعال جدا، حتى اعلاميا انت موجود دائما، اخبارك موجوده في كل المواقع، في كل الصحف المحليه، بس أيوة. هل بتعاني كمشاكل من نقص في الدعم اعلاميا؟ لا بعرف انه متوفر، بس الدعم المادي اللي بيلزم حدا يضل بطل ويحافظ انه ما يشتغلش بس عشان يتدرب ويرفع اسمه اسم بلده. اكيد العالي. اكيد طبعا بحاجه لدعم، اللي هو دعم مادي اكثر، لانه طبعا الملاكمة فضي كل وقت لها، وبحاجه لانه بقدرش اشتغل بس بدي اتمرن، وعم بصل لانجازات كثير منيحه، وان شاء الله عندي كمان شهر 3 في عندي امتحان الاولمبياده كمان متحضره 2012، وفي بلديه النصر لسه بلشت كمان جديد تدعم، بلشت تدعمني كمان بلديه النصر. بدي اسال عن دور الاب جبرائيل نداف، بكره راح يكون معنا على الكنبايه برضه. فمن اليوم بدي انا تقول لي انت شو دوره في دعم مسيرتك الرياضيه؟ الاب جبرائيل نداف هو من اول الناس اللي دعمتني معنويا ووقفت جنبي وبتساعدني من ناحيه، بتساعدني بكل الطرق، من ناحيه اللي هي معرفه معرفت للناس المهمة اللي أصلاً اللي يقدر يساعدوني من واحد لواحد، بس هو كتير عم يساعدني. هو عملياً بزيد علاقاتك بنشاط علاقات لعمي دائما. أيام أنت مبسوط، حاسس إنه في بالوسط النصراوي على الأقل ببلدك بعرفوك إنك أنت بطل؟ طبعاً أكيد. شوي عم بشتر بإشي كتير حلو طبعاً في الإعلام، وإحنا كمان بدنا دعم الإعلام كمان أكتر يكون لك، هذا أكتر لازم يكون. أولا شو رأيك بالأجواء الميلادية في ختام مقابلتنا؟ الأجواء أنا كتير كتير حلوة، وكل سنة وانتم سالمين إن شاء الله، وبتمنى للجميع يكونوا مبسوطين. عكسك جو كتير حلو، أنا اليوم جيت عشان أتفرج على الجو الحلو الموجود. نورت الكنباي فراس زيداني. تسلم. وكل التوفيق لك في مسيرتك الرياضية والشخصية حتى في الحياة. تسلم. كملين مع كنباي، ضيوف تانيين وجداد، خليكم معنا.